الانتداب 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 شرع باب الاغتصاب شرع باب الاغتصاب وأسس دولي للإرهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الأخوات والإخوة المناضلون، نعم ليس مستحبا أن يكون هنالك لقاء جماهيري واسع نتيجة الظروف والوباء، لكن لم يكن بالإمكان أن يسمع بأن تمر هذه المناسبة، هذه الذكرى المشؤومة، دون أن يكون هنالك وقفة ولو تمثيلية لفئات هذا الشعب الفلسطيني لتقول كلمتها بهذه المناسبة. هذا يعني أن مأساة الشعب الفلسطيني تطول سنة بعد سنة، لكن هذا لا يعني أننا سننسى حقنا، قلناها ولن ننساها. صهيوني يا مستعمر، ما بننسى ولا بنغفر. ونحن اليوم نطلق صرخة غضب أمام بريطانيا الاستعمارية، أمام بلفور الملعون، نطالب بريطانيا بالاعتذار عن جريمتها. الخزي والعار، العار سيلاحق بريطانيا ما دامت لا تعترف بخطأها وتصحح هذا الخطأ. يعني لا شك على الإطلاق بأننا نعيش مأساة كبيرة، نعيش مأساة منذ 103 سنوات وحتى الآن وهي مستمرة. هذا الوعد المشؤوم الذي أعطته بريطانيا إلى اليهود من أجل إقامة وطن قومي لهم، هذا الوعد المشؤوم في هذا الأمر ليست بريطانيا فقط من هي خلفه، من هي خلف الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حتى الآن في كل خطواتها تشكل تطبيقا لهذا القرار. هي التي الآن تشرع الاستيطان، هي التي تشرع الضم، هي التي تقوم بكل هذه الخطوات بشكل عام على كل الوجوه. 103 سنوات وشعبنا صامد، هذه أرضنا وسيبقى كذلك لا محالة. كل هذه الاتفاقيات وهذه الوعود ستنتهي إلى مزبلة التاريخ. هذا الشعب بالنهاية هو الذي سينال حريته بالتأكيد واستقلاله إن شاء الله. ما دام هناك احتلال، ما دام الشعب الفلسطيني البطل محروما من حقه في تقرير المصير، ومن حقه في إقامة دولته، ومن حقه في الحرية وفي تنفس الحرية على أرض الوطن، هذه المعركة التي تجمعنا، يجمعنا أننا نرفع صوتا بديلا. احنا بنعرف ان الامبريالية البريطانية وحدها لم تكن قادرة على نكبة الشعب الفلسطيني وعلى اقامة دولة اسرائيل، ولكننا نعرف ايضا ان الامبريالية البريطانية والامريكية بعدها والصهيونية العربية لم يكن بمقدورها وحدها ان تنكب الشعب الفلسطيني وأن تقيم على أنقاضه دولة إسرائيل. جماهير محافظة انتداب الإرهابية، اليوم هو اليوم المشهود بتاريخ شعبنا الفلسطيني. اليوم نحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الأقرص إلى الحكومة البريطانية قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. اليوم نرسل رسالتنا من نابلس، من ميدان الشهداء، من هذه المحافظة الشامخة برجالها وشيوخها وشبابها إلى العالم أجمع، بأن الشعب الفلسطيني مهما صار ومهما جرى سيبقى الصخرة الفولادية التي تتحطم عليها كل مؤامرات الخيانة والرجعية العربية والإمبريالية والخيانة في التطبيع.